السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لنواصل هذا اللقاء المبارك احتفاء بمولد خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله. في مثل هذا اليوم الأغر ولد خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، ويسعدنا أننا نقيم حفلا بهيجا يحتوي على أمداح نبوية وأذكار ربانية وتلاوات قرآنية مع تلة من الوجوه المباركة التي تحضر معنا. ويبدو أنه قبل ذلك نربط الاتصال ببعض السادة العلماء الأجلاء. معنا سي محمد براء، حياكم الله أخي الكريم. حياكم الله سي طيب، وعيد مبارك سعيد إن شاء الله تعالى بولادة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تفضلتم أستاذي، معنا عالمين من علماء هذه الأمة، سيدي عدنان زهار وكذلك العلامة سيدي ياسين. ربما معنا ناخذ سيدي عدنان زهار. سيدي عدنان، السلام عليكم ورحمة الله. سيدي عدنان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، كيف الحال سيدنا؟ بخير، في نعمة وعافية. يوم مبارك سعيد وعيد مبارك كريم عليكم وعلى المستمعين الكرام وعلى أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونشكر هذه الإذاعة المباركة ميد راديو التي عودتنا الحضور في مثل هذه المشاهد العظيمة المتعلقة بهوية أمة سيدنا رسول الله، واحتفاء واحتفالا بمولده الشريف. فشكر الله لكم جميعا، وحيا الله فضيلة الدكتور أخانا سيدي طيب كريما. حياك الله الشيخ الجليل والدكتور الكبير سيدي عدنان زهار، العلامة اللي كينور إقليم الجديدة بمنابره العلمية وكينور العالم إن شاء الله، العالم الإسلامي. نعم. من خلال رحلاته المتعددة نحو مجموعة من البلدان العربية والأوروبية. نعم. للتوجيه الديني والتربية الإيمانية. هذا يوم مبارك سيدي عدنان، حياكم الله، كيف الحال ديالكم؟ في نعمة وعافية، وحفظ الله تعالى حسكم ومعناكم، وكتب الله تعالى الأمن والأمانة لهذا البلد الكريم ولأمة رسول الله جمعاء. نعم، أمين رب العالمين. سيدي عدنان، نحن نستغيث بالألفيات وعلماء الآداب في الحوار معكم، فنحن نعلم ولله الحمد أن لكم اشتغال بالنظري والتقييدي والتدويني، فأنتم الحمد لله لكم عناية بالفقه وتحفظونه، أي تحفظون أصوله. الحمد لله وفقكم كذلك للتدريس، تشاركون في علوم كثيرة عقلية ونقلية من عربية وأصول وقراءات وحديث وأدب، تنظمون الشعر، تستوعبون الحمد لله الأقوال، لكم باع طويل كذلك في فهم كلام القوم أهل الله تعالى، ومع الاطلاع كذلك على ثقافة العصر كما يقولون. فإذا بالنسبة للمستمعين الكرام، سيدي عدنان زهار الحمد لله هو معروف، داعي نقف هنا كثيرا، العلامة النظار أحد الأعلام المشار إليهم ولله الحمد بسعة الاطلاع في العلوم النقلية والنقلية. سيدي عدنان، ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك؟ في هذا اليوم المبارك يكفي أن هذه الأمة التاليدة، الأمة المغربية، تظهر على مدى هذه القرون المتطاولة تمسكها واعتزاز الانتساب منها إلى سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المظهر الشريف، وهو الفرح ملكا وشعبا بيوم ظهور هيكله الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا اليوم دليل على رسوخ الإسلام ونقش لا إله إلا الله محمد رسول الله في قلب كل مغربي، وسيبقى الأمر كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الحديث عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو طيب المجالس وعرف كل جالس. وينبغي أن أذكر نفسي وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه السويعة المباركة التي شرفتموني بأن أكون محدثا عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعية الأخيار،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده الواسطة بين الحق والخلق، فإن له شرفا من جهة أن له وجهة حقية إلى الحق سبحانه وتعالى، وأن له وجهة خلقية إلى الأمة، أمة الدعوة وأمة التكليف. فإن مولانا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا من المكارم ومن المراتب ومن الشرف والقدر والمرتبة ما لم يحله وما لم يتأتى معشار معشاره لغيره من الخلق كان من كان، بدليل أنه قال عن نفسه مؤكدا ومعلما ومشرعا ومكلفا بضرورة اعتقاد مضمونه، كما صح عن ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فإنه أثبت لنفسه السيادة المطلقة يوم القيامة، وذكر يوم القيامة هنا ليس له مفهوم مخالف، وإنما هو من باب موافقة الأولى، إذ إذا كان يوم القيامة أشرف الأيام فإن سيد اليوم الشريف هو سيد من باب أولى لغيره من الأيام، فهو سيد يوم ولد يوم القيامة وسيد الخلق في دار الدنيا، فلذلك توسل به سيدنا آدم، وإن لم يوجد هيكله كما لا يخفى على كريم علمكم أنه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روى ذلك الإمام الحاكم في مستدركه بسند قال السيد عبد الله بن الصديق سند حسن لغيره، أن سيدنا آدم لما اقترف الخطيئة وهشي عليه قال: يا رب إني أتوجه إليك بمحمد أن تغفر لي، فقال الله: وبما عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: رأيت مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لن تنسب إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فتوسلت إليك به، فقال الله تعالى: يا آدم صدقت، ولولا محمد ما خلقت الخلق. فإذا كان سيدنا آدم الذي وجدت ذاته بعجينة يد ربانية ونفخ فيه بروح ربانية يتوسل ويتعلق ويتمسك للنجاة بمولانا رسول الله، فكيف بنا نحن المقصرين المذنبين الذين أكرمنا بالانتساب إليه وإلى جنابه الشريف من غير سؤال ولا طلب؟ فأقل قليل ما ينبغي أن يظهر علينا ذكورا وإناثا صغارا وكبارا أن نتعلق به وأن نحيي شرف الانتساب إليه والفرح بولادته وظهوره ظهور هيكله الشريف في هذا اليوم الذي هو أعياد الأعياد وأشرف الأعياد وليس فقط أشرف الأيام. نعم، إذا نقابل حبا بحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وددت لو أني رأيت إخواني. دكتور جزاكم الله خيرا، سمعتكم ما من مرة ولله الحمد تتكلمون في دقائق الأمور، تكلمتم عن أحمديته صلى الله عليه وسلم وعن نبوته التي سبقت رسالته. ماذا يمكن أن تحدثنا في هذا الباب؟ حفظكم الله سيدي الفاضل، فإن من تدبر كتاب الله تعالى وقرأه بعين التعمق في النظر في مدلولات الألفاظ سيقف على حقائق تغيب عمن اقتصر على اللفظ ولم يخترق صوره. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا أبا القاسم محمد بن عبد الله خوطب في القرآن وأخبر عنه في القرآن بأوصاف، فمن ذلك أنه خبر عنه وخوطب بالنبوة، فقال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وأخبر عنه بالنبوة أيضا بقوله: النبي رفعان وانصبان وجران، كما في سياقات كثيرة. ومرة يخاطب سيدنا محمد بن عبد الله بالرسالة فيقال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك مثلا، ويخبر عنه بالرسالة فيقول: النبي الرسول النبي الأمي إلى آخرها.
فوقف هنا أهل التحقيق للتفريق بين اختيار القرآن الكريم لصفة الرسالة مرة واختيار صدق النبوة مرة، وقالوا بعد أن علموا أن القرآن لا يعبث في هذا الاختيار. فلما عمقوا النظر وجدوا باختصار شديد أن الرسالة وظيفة وأن النبوة مقام وشرف ومنزلة. كيف ذلك؟ نعم سيدي. الرسالة كان لها مبتدأ، ومبتدأها بعد أن بلغ مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، حينما جاءه الأمين جبريل في غار حراء وأنزل عليه قول الله تعالى قرأ باسم ربك الذي خلق، كما لا يخفى على مسلم ولا على مسلمة. فهذه هنا شرع النبي صلى الله عليه وسلم في التدثر بدثار الرسالة وفي ممارسة مهمة ووظيفة الرسالة، خصوصا بعد أنزل الله عليه بعدها مباشرة قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنزل عليه تعالى بعدها قم فأنذر. فهذا مقام الرسالة التي هي وظيفة. فإذا خطب في القرآن بهذا فإنه يقصد الرسالة وما يتأتى منها ويتبعها من التشريع وأحكام الحلال والحرام والأخلاق وغير ذلك. أما النبوة فإنها مقام تدل على أن لها سبقية على خلق العنصر الآدمي، دليله من السنة كما في سنن الترمذي ومستدرك الإمام الحاكم عن عدد من الأصحاب، منهم ميسرة الفجر ومنهم سيدنا أنس بن مالك ومنهم سيدنا عبد الله بن عباس وغيرهم. أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله متى كنت نبيا؟ هذه معذرة عن المقاطعة سيدي، هذه حديث صحيحة، لماذا يشوش الناس مثلا عليها؟ مثلا هي كلها صحيحة، إما صحة حقيقية بنفس سندها أو صحيحة بمجموع طرقها. نعم. ولكن لا يخفاك أن التعصب سبب من أسباب رد الحق بدفع الصدر. نعم. فلذلك الخاض الأئمة النظار أهل التحقيق في مثل هذا وأغلقوا بابه، ومن قال غير ذلك فقد جنى على نفسه. نعم فلذلك شيخ عدنان زهار، لو تفضلتم ونورتمونا، كيف يمكن أن نستثمر هذه المناسبة الغالية السعيدة ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نجدد الإيمان في قلوبنا، وكيف يمكن أن نستثمرها لكي نحيي حب النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا؟ نعم، هي مناسبة كما تفضل أخونا وسأل سيدي العلامة سيد محمد برا، هي مناسبة لمزيد التعرف على حقيقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه لا يخفى على أحد أنه في هذا الزمان شغل الناس بغير ذلك، وشغل الناس حتى في العلوم الشرعية بغير هذا الباب، وإلا فهو الوطاب وهو البساط وهو المبتدأ، بل وهو المنتهى، وهو الاشتغال بمعرفة رسول الله. وأنتم لا يخفى عليكم سيادي الكرام أنه أول واجب على مكلف، كما قال سيدي عبد الواحد بن عاشر، قالك أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل، يعني تعرف الله والتالي تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أمتنا وأفراد أمتنا اليوم في حاجة إلى التعرف على سيدنا رسول الله كما يليق به وكما تستطيعه أوانهم وتقدر عليه قلوبهم. فإن الناس يتفاوتون في إدراك مقامات رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما تحققت به قلوبهم من صدق الإيمان والانتساب. ولذلك هذه المناسبة هي وسيلة وساعة من ساعات الخير ينبغي للمؤمنين أن يفتحوا فيها الكتب وأن يفتحوا فيها صدورهم لتلقي المعاني والمعارف للتعرف على رسول الله ذاتا وشمائلا وخصائص وأخلاقا. وحديثنا الآن عن الأخلاق. نعم. اليوم إذا كان الكل يشكو شرقا وغربا باختلاف الأديان والأنظار والمذاهب والملل والنحل، الكل يشكو من انعدام الأخلاق وقلتها، ومن الخوف من مسخ البشرية بسبب انسلاخها من مكارم الأخلاق. نعم. فإذا يوم العيد
يوم يذكر بسيد المتخلقين الذي قال فيه القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا فتح المؤمن فقط كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى لمولانا القاضي إياد السبت المراكشي رضي الله عنه وقرأه مع أهله وأولاده واشتغل به في هذه الأيام المباركة السعيدة، فإنه سيرى من مكارم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلمه وشجاعته وصبره وتسامحه وعفوه وأناته وتواضعه وكرمه وسخائه ما يسيل لها لعابه وينكر حقيقة نفسه إزاء وقدام ما نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشتغل المؤمنون والمؤمنات بالاقتداء به لأنهم يعلمون أنه لا معنى للإيمان برسول الله إلا الاجتهاد بتأسيبه مصداقا لقوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. في تأسيب رسول الله ليس في صورة ولا في ظاهر ولا في عمامة، تأسيب رسول الله أصلا وتبعا بمكارم أخلاقه، كيف كان يعاشر الناس، كيف كان يصبر على أذى الناس، كيف كان حليما بخلق الله، كيف كان صفوحا عذبا، حتى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان ذا دعابة وذا مزاح حتى لا يهيب الناس ولا يخوفهم، كان يمازحهم ويباسطهم، وكيف كان معاملته مع الصبيان ومع الدواب والهوام. وهذه المناسبة كما تفضل وسأل أخونا سيد الطيب بن كيلان طيب كريبان، فهذه المناسبة هي للرجوع لا إلى سيدنا محمد، فإنه معنا في قلوبنا ومعنا حاضرا بنفسه الشريفة بذاته الشريفة وبروحانيته الطاهرة، لكن لا بد اليوم من الرجوع إلى أخلاقه، لأن الزمن زمن أزمة أخلاق، ولا تحل هذه الأزمة ولا خروج منها إلا بالرجوع إلى هذه الحضرات المقدسة الكريمة، حضرات مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدي عدنان معذرة المقاطعة، لا أريد أن أكثر عليكم وعلى مشتغلاتكم بالتدريس والتأليف والذكر والطاعة. ربما آخر سؤال إن شاء الله تعالى، أنتم من أبرز تلاميذ سيد عبد الرحمن علوي العضو يعني العضو بالمجلس العلمي المحلي بمدينة الدار البيضاء يعني بالفداء، أريد يعني أن تحدثنا باختصار شديد إن شاء الله تعالى كيف غرس فيكم وفينا محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة ثوابث الأمة، وكيف يمكن للعلماء أن يقوموا بدورهم في هذا الباب. حفظك الله وبارك فيك، وذكرتنا بالذي لولاه ما كنا، وهو العلامة شيخ الجماعة سيد عبد الرحمن علوي عضو المجلس العلمي للمقاطعة في درب السلطان، وهو الذي به تخرجنا في العلوم وسمعنا أول ما سمعنا عن الهمزية وعن البردة وعن غيرهما من القصائد التي علقت المؤمنين والمؤمنات بسيدنا رسول الله، ما سمعنا عنهما إلا في مجالسه المباركة في كثير من مدة سنوات طويلة. ثم إن سيدي الرحمن علوي رضي الله عنه وأرضاه الذي كنا نجتمع عنده على عدد من العلوم كعلم الفقه والأصولي واللغة بأنواعها وفروعها، لا يفتر أن يذكرنا إذا ضرب مثالا أو استشهد بشاهد، لا يفتر أن يقول قال في الهنزية قال في البردة، حتى صار لنا تعلق وتشوق لمعرفة ما البردة وما الهنزية، فطالبنا منه أن يذكرنا باب، فإذا به يفتح لنا بابا لشرح هذه الهمزية فتعلقت قلوبنا بها، لأنه هو نفسه رضي الله تعالى عنه ممن تسيل دمعاته كلما ذكر اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغرس فينا رضي الله عنه بخلقه وبعلمه محبة مولانا رسول الله، فكل هذا الذي كتب وسال مداده على ورقه راجع إلى حسناته إلى ميزان حسناته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبارك الله تعالى في علمه وجعله مشفعا فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في يعني تثبيت التعلق بثوابت البلاد، يعني كان له دور يعني في هذا الباب يعني بالنسبة لطلبته. نعم سيدي، هذا من الأمور التي
ينوه بها ويذكر بها مقام هذا الرجل العظيم، فهو متشبع بحقيقة الانتساب والتأصيل والتمسك والعض بالنواجذ على أصول هذه الأمة المغربية التليدة في التدين، وأولها إمارة المؤمنين الحامية مع مذهب المالك المؤصل المسنن، مع عقيدة أبي الحسن الأشعري المتوسطة بين التجسيم والتعطيل، مع التصوف السني الذي هو سبب خير على على الكل. فهو متشبع بهذا، مؤمن به، وكان يحث طلابه باختلاف مشاربهم واختلاف تأثراتهم حتى رجعوا إلى الحق، ورجعنا معهم إلى الحق، وسلكنا ما كان سالكا وما أمرنا به وما علمنا في ضرورة ألا تمسك بهذه الثوابت، وأن الدين كله لا يفهم إلا بهذه المدارس الأربعة وإلا بهذه الأسس لهذا البنيان العظيم، وأن كل من خاض في أمر من أمور الدين دون المرور من هذه المؤسسات ودون المرور من هذه الأركان فإنه يعبث في دينه ويخرج بلا طائل، فجزاه الله عنا خيرا. بارك الله فيكم ونعتذر لكم ونشكركم سيدي على هذه المشاركة الطيبة العلمية الذوقية السلوكية، ونسأل الله تعالى أن يبارك في أبنائكم وأن يبارك في جهودكم وأن يبارك في علمكم، جزاكم الله خيرا سيدي عدنان. وأنا أشكركم بدوري على أن سمحتم لي بأن أتكلم عن حضرات مولانا رسول الله ومتعلقاته في هذا اليوم الكريم، وبارك الله إذاعتكم وضيوفكم والمستمعين والمستمعات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأذكر مستمعي الكرام بأن السيد دكتور عدنان زهار من العلماء، من علماء الأمة ومن علماء هذا البلد، وله مؤلفات ومصنفات بالمئات، له أحكام فقهية التي خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة وأجاب عنها بأدلة قوية، تكلم كذلك عن حكم المصافحة بعد الصلوات المكتوبات، عن حكم الصلاة في المقبرة، عن كشف اللسان في جواز التوسل بسيد الأنام، له كذلك تحقيقات في يعني كثيرة، له كتب في العقيدة في الحديث، حقق نشر البنود، له كذلك تحقيق لحاشية من حاجة عن شرح المكود الألفية بمالك، إلى غير ذلك من المصنفات، نسأل الله تعالى أن يبارك فيه. قبل أن أخذ يعني كلمة العلامة سيدي ياسين، ربما لنا فاصل سيدي الطيب. نعم، ربما قد ننتقل من جو العلم والفقه والتأصيل والتقعيد والتفريع إلى جو القرآن الكريم والسماع النبوي الشريف، وتحضر معنا واحد المجموعة مباركة، مجموعة الشمائل المحمدية مع الشيخ والإمام سي مصطفى رحمون اللي هو إمام مسجد وفقيه، ومعنا البنية ديالو الأسماء رحمون، واحد شاب وسيم سيدي أيوب أغاري. مرحبا بهذه المجموعة المباركة، حياك الله سيدي محمد رحمون. أهلا وسهلا سيدي طيب، تبارك الله عليكم سيدي. يا مرحبا بك، يا مرحبا بك سيدي أيوب، حياك الله. حياك الله ومرحبا، أبارك وأهنئ أحبتي وكل مستمعين ميد راديو. يا أهلا وسهلا. ثم للا أسماء رحمون بنتي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك، كل شيء بخير الحمد لله. بغينا ننتقلوا من هذه الاجواء ديال العلم اللي كتبغي التركيز وكتبغي الفهم العميق، بغينا ننتقلوا الى جو الانشوده، الى جو الفرح، الى جو المرح، ونحن في هذا العيد السعيد، هذه الذكرى المباركه، العائلات المغربيه هذه اللحظه مجتمعين حول المائده ديال الطعام، حول كؤوس الشاي والحلويات والمسمن والبغرير وما جاورهما، وهذا الجو الجميل، الأبناء الصغار لابسين لباس ديال العيد، والعائلات يزور بعضها بعضا في جو من الفرح والسرور والبهجة والحبور. انتقلوا لهذا العالم الجميل، وبغيت قبل ما نبدأ في المديح النبوي بغينا نتبرك وإياكم بتلاوة آية قرآنية معطرة من كلام الله عز وجل. شكون غادي يقرأ لنا؟ حبدا ولو قلنا الامام ديالنا ان شاء الله، الامام ديالنا بالطريقه التقليديه الجميله. مرحبا السيدي سيدي مصطفى رحمون، حياك الله، تفضل ابو لي. بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم. قراءة طيبة مباركة مع شيخنا وإمامنا السي مصطفى رحمون اللي هو إمام أحد المساجد بالدار البيضاء، وهنيئا له تمكن من تحفيظ كل أولاده وبناته القرآن العظيم حفظا وإتقانا وتجويدا. تبارك الله السي مصطفى رحمون، حفظك الله ورعاك، حياك الله مولاي، وتبارك الله على وليداتك بنياتك ما شاء الله. معنا واحد بنيه منهم لالا اسماء. لالا اسماء لاباس عليك كلشي مزيان؟ الحمد لله بارك الله فيك. وبغينا هذه اللحظه اللي المغاربه جالسين مع وليداتهم واحبابهم في الموائد ديال الطعام وديال الشاي، بغيناهم يقاسموا معنا الفرحه، بغيناهم يساعدوا معنا بمدح خير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله. بغينا واحد الشمائل، بغينا واحد المديح في هذه الساعه المباركه المسعوده على زخات مطريه. الحمد لله هذه الامطار ديال الخير عمت المملكه جميعا، الناس فرحانين، موسم فلاحي غادي يكون باسم، والانهار عمرات، والخير عم،
واحد اللي هما مقلقين هما الاطفال الصغار شراو حويجات ديال العيد شحال هما هما كيتخيروا ولكن حرموا من الخروج في هذه الامطار ديال الخير ولكن خرجوا لان الامطار ديال الخير هي رقيه ملي كتنزل امطار الرحمه الغيث من السماء رقيه من الامراض والاسقام مبارك ان شاء الله مبارك مبارك باذن الله اذا نبداو ان شاء الله تعالى بالمديح والسماع مع لاله اسماء ولا مع سي ايوب شي موال ثم ندخلوا الى المديح والسماع ونشاركوا جميعا وغنطلب من الساده المستمعين في البيوت ديالهم الاباء والامهات والاولاد والاحفاد والجدات اللي كيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو يردد معنا ويكرر معنا هذا المديح النبوي الشريف فقد قال صلى الله عليه وسلم ملي سمع بعض الناس كيغني وكيرقصوا في هذه المناسبة السعيدة قال إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت بالحنيفية السمحة إذن نشرع على بركة الله محمد سيد الكونين والثقلين صلى الله عليه وسلم محمد سيد الكونين والثقلين صلى الله عليه وسلم والفريقين من عرب ومن عجم إله إلا الله نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي الداوي حالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي الداوي حالي هي نور على نور هي شفاء الصدور هي خير ما نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي الداوي حالي بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي الداوي حالي لقد جاء في الأصول عن النبي الرسول أن خير ما نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي الداوي حالي لقد جاء في البيان على النبي العدنان أن خير ما يقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله هي الداوي حالي، هي تمن الحسنات، هي تمحو السيئات، هي تنهل الخيرات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هي الداوي حالي. ولقد جاء في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هي الداوي حالي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هي الداوي حالي. النبي صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس، النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس، النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس، النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النصارى والمجوس أسلموا على يديه، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي ذاك المليح قوله قول صحيح، والقرآن معجز فصيح أنزله المولى علي. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. وللنبي ريحانتين الحسن مع الحسين، للنبي ريحانتين الحسن مع الحسين، للنبي ريحانتين الحسن مع الحسين، للنبي ريحانتين الحسن مع الحسين. سيدين الأمجدين، سيدين الأمجدين، جدهم صلوا عليه، النبي صلوا صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت الاحتفالات ديال الأسر المغربية في مثل هذه المناسبة السعيدة بشكل بسيط وتلقائي. تجتمع العائلات فيما بينها على موائد الطعام والشراب، ويجتمع
الأزواج والأصهار والأنساب والأحفاد والجيران بطريقة بسيطة وطريقة فطرية وتلقائية يعبرون عن حبهم للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب لم أعرفك منشدا مادحا للنبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه لست مادحا وإنما ذلك شوق حينما أسمع هذه الأصوات الجميلة، فلا يكاد الإنسان إلا أن يترنم معهم ويصلي على الحبيب المصطفى. وإن شاء الله نديروا طلع البدر علينا ونديروا الحمد لله ونديروا كذلك إن شاء الله بطريقة بسيطة تلقائية، لكن بغيت السادة المستمعين يساندونا. الغريب في الأمر هو أنني كنلقى سي مصطفى رحمون اللي هو إمام المسجد الصلوات الخمس، ثم كنلقاه مع البنية ديالو لالا أسماء اللي أنهم كلاهما كيقول النغم وكترد عليه البنية ديالو. هذه طريقة ربما لا نكاد نراها في الأوساط الدينية. كنلقاو الإمام ديال الجامع صارم جدا، كنلقاو بعض الأئمة ربما لا يكاد يبتسمون. بغيت نسول سي مصطفى رحمون، كيفاش أنك قدرتي تربي بنياتك من طفولة على حب النبي الكريم، على تلاوة القرآن الكريم، وأنهم أنت وياهم أصدقاء، أنت وبنياتك أصدقاء تبارك الله، كلهم حافظات لكتاب الله وكلهم متقنات للأداء ومنشدات وفي مستوى دراسي رفيع، كيفاش سيدي مصطفى قدرتي أنك تخلق هذا الجو الجميل بين الآباء والأبناء؟ والحمد لله ودي السي طيب، هذا الشيء بفضل الله من عند الله عز وجل. الأبناء ديالنا الحمد لله فتحوا العين ديالهم ولقوا فينا هذا الشيء، لا إله إلا الله، لقوا الحمد لله فينا هذا الشيء. أنا كنتخيلكم في الدار وقيلة نهار كامل ثم كتمدحوا وانتم كتقراوا التمون ديال القرآن العظيم. نعم ربما البيت بكامله. نعم. أنا تعرفت على السيدي محمد مصطفى وتعرفت على بنيتك وعلى لكن الزوجة ما مقامها؟ كيقول لك وراء كل عظيم امرأة، واش حتى هي كتشارككم هذه الأمداح؟ نعم العظيم ولا غير الكوزينة؟ نعم حتى هي كذلك. نعم تمام الحمد لله الحمد لله. وغنعاودوا نتقلوا سيدي محمد برا من جو الانشوده الى جو الكلمه معنا. نعم. واحد الشريف كذلك السياسين. نعم سيدي طيب، بالمناسبه يعني وانت سيدنا تكلمتي على القران وعلى اهل القران، هو انه دركنا الائمه ديالنا جزاهم الله خيرا من تيحفظ الانسان يعني السلكه الاولى يعني الختمه الاولى وتبدا في الثانيه او الثالثه على حسب المدارس وعلى حسب الاستعداد، تيبدا الشيخ ويعني الفقيه تيزيد بعض الابيات للبورده وللهمزيه. نعم نهج البورده. نعم فاذا هو تيحفظ القران، تيحفظ الاجرميه، تيحفظ ابن عاشير، يعني ما تيجي يختم القران تيقرا راسو ختم عدد من المتون. تبارك الله. وكاين في بعض المناطق يعني في الجنوب اللي تيقراو الهمزيه والبورده بشكل مستمر يوميا، فتختم يعني بشكل مستمر يعني في الجنوب يعني. وعلى ذكر البرده والهمزيه لاحظنا بان الحمد لله المغرب ديالنا كله ليله الامس شحال ديال البيوت شحال ديال العائلات كيجتمعوا وكيقراوا السلكه ديال القران وكيقراوا البرده والهمزيه. حنا بعدا سيدي محمد راه دخلت للدار 3 الصباح ما شاء الله، حتى سالينا من الاذاعه هنا مع 11 الليل، بقينا واحد الحباب تما دايرين واحد المجلس عظيم قال لي تجي تهضر معنا البرده والهمزيه، بغينا نحضروا قلنا ربما شي نص ساعه ساعه الا ربع، فاذا حتى 3 الصباح هما كيقراوا البرده والهمزيه فكانت مناسبه جميله، كتشعر فعلا بانك كتشرب الشمائل المحمديه وكتشرب الاخلاق النبويه. والمغاربه يعني تعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ظاهر وجلي، يعني ملي تيسالوا من البناء مثلا ديال شي دار الضالات يصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، ملي يبغي يجبدوا الحوت يقول اللهم صل عليك يا رسول الله، عندما يريدون مثلا يزفوا العروسه اللهم صل عليك يا رسول الله، فاذا كاين واحد التعلق كبير برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكاين قضيه اخرى ايضا البارح بالامس ولو الظاهره ولات قليله خصنا نعاود نجددوها، وانا كنذكروا حنا اطفال صغار في الاحياء الشعبيه كانت الليله ديال المولد النبوي الشريف كتسمع الزغاريد. نعم. الزغاريد ديال النساء صلاة وسلام على رسول الله، كتلقى لك الأحياء الشعبية كلهم النساء كيرفعوا أصواتهم بالزغاريد والصلاة على النبي الكريم، ثم كتلقى لك الحنة والنفقة وذاك الأجواء ديال الأفراح والسرور، مظاهر ديال الفرح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واحد السيد من أهل فاس والحمد لله جميع المناطق عندهم يعني وسائل في الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل فاس عندهم واحد الفطور خاص يعني في اليوم ديال المولد. نعم. فواحد صديق ديالي من اهل فاس قال لي انا تنبغي نبات عند الوالده باش نفطر هذاك الفطور.
شنو ديال المشهين شهين يقبل بيت يجيبوا شي واحد فاسي هو اللي تكلمنا ما نتكلمش بالاسم ديالهم لان داك الشيء تبارك الله متقن وعده. فعلى كل حال شاهدوا انه مظهر من مظاهر الاحتفاء والاحتفال لمولانا رسول الله والفرحه والسرور. نعم وبعض الناس كيركزوا على ان هذا بدعه وسنه. طيب وقيله باقي ما فطرتيش. لا فطرت ولكن باقي فيه الجوع. حينما تقرا القران العظيم سبحان الله العظيم. نعم. لما تقرا القران الكريم وكتسمع الامداح النبويه كاين واحد الهرمون ديال الجوع كيشتغل. لا وهذا صحي. دابا اللي بغى طريقه من الشفاء طريقه الشفاء اللي بغى بلا ما يقلب على الادويه ويقلب على العلاجات يقرا القران العظيم ويترنم بالامداح النبويه وغادي يشرب واحد الرغبه ديال الجوع في نفسه وحينما ياكل ويشرب سبحانك يا جليل كتشعر كادتي واحد الفيدونج واحد اناليز تحليل كامل للصحه ديالك وكتكون بخير وعلى خير. هذه دوزها لك سي حليمي. وأنا بدأ بالتجربة. أنا عندي أخي طبيب كيعاود لي على الطب ولكن بعد ما طلع أقتنع بذلك أنك أقتنع بما أراك. يقول لك ليس من رأك من سمع. والتجربة هي خير دليل. ياما كتكون بعد مرات مريض وسقيم وعليل وضعيف كتقرأ القرآن العظيم. نعم. كتسمع الأمداح النبوية وكتشارك معهم حتى كتغني معهم الأمداح النبوية. نعم. وملي كتسالي كتعرق وكتنشف وكتشرب رغبة في الجوع اللي كان قدام ما كتاكلو. وملي كتسالي كترتاح سبحانك تعود تنوض كأنك بديتي الكونتور زيرو. نعم. كتعود صحيح صحيح بخير وعلى خير. ما تشوف لا طبيب ولا عشاب ولا راقين. هذاك في حد ذاتها علاج مبارك سعيد. نعم سي طيب. مستمعي الكرام أنا تنشهد أمام الله تعالى ولي من أولياء الله تعالى راه تيقول هذا الكلام بلسان اليقين. استغفر الله. راه عنده واحد التعلق عجيب جدا حنا تنعرفو يعني التعلق بالله تعالى التعلق بالقرآن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هذا مقام هذا مقام يعني ماشي يعني على كل حال الله تعالى يوفق فيه ويوفق ويبارك فيه ويبارك لي في الولادات ديالو يعطيه الصحة والعافية. ونتمنى من المستمعين الكرام يخفوا عليه شي شوية يعني في الاتصالات الخاصة يعني كاين واحد الضغط الله تعالى يوفق ويبارك فيه. سي طيب فعلا الحمد لله البلد ديالنا يزخر بالعلماء. هناك العلماء لم يأخذوا ربما حظهم في الإعلام يعني كسائر البلدان إلى أنهم موجودون في الساحة الدعوية والعلمية تعليما وتدريسا وتوجيها وتسليكا. ومن هؤلاء سيدي العلامة سيدي ياسين عليوين وحاصل على العلوم الدراسات الجامعية بكلية الشريعة والقانون جامعة القرويين بفاس. له شهادات عديدة من وإجازات من محدثين ومن علماء ومن فقهاء وله كتب ومؤلفات وبحوث كثيرة طبع بعضها والباقي ينتظر الطبع بحول الله تعالى. سأل الله تعالى أن يوفقه. له حاشية وتعليق على الأجوبة الوفية على الأسئلة الزكية في نقد الحركة النجدية. له كذلك تقريب على نظم العلامة سيدي بن عاشر رحمه الله. له كذلك طريقة دراسة المذهب المالكي أصولا وفروعا وقواعد لم ينشر بعد. عنده كذلك مصنف سماه بالكتب الفقهية المعتمدة في المذهب المالكي. له كذلك بحث البيع بالتقسيط في معتمد المذهب المالكية في معتمد مذهب المالكية بيع المرابحة للآمر بالشراء في المذهب المالكي. وهكذا حكم الإلزام بالوعد في المعاوضات المالية في معتمد المذهب المالكي وهو تعقيب على مجمع الفقه الإسلامي بجدة اللي قام بالرد عليهم. الجواهر الثمينة في طريقة دراسة المذهب العالم المدينة. أعرف هذا الرجل بأنه مالكي حتى النخاع يحب المذهب المالكي. سيدي ياسين ربما يكون معنا بحول الله تبارك وتعالى. سيدي ياسين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تنعتذر لك على هذا التأخير ولكن ربما أنت تشاركنا الفرحة بمولانا وبمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك سيدي محمد. أنا يعني أنا أشكرك جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة لي للتعبير عن محبتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكل ما له علاقة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هذا اليوم نحن لا نعتبره فقط عيدا فهو أشرف من الأعياد. لأن لا شك أن هذا اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل أيام على الإطلاق كما هو معتمد مذهبنا المالكي. وعليه فأتقدم بالتهاني والتبريكات إلى عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولمولانا أمير المؤمنين وللشعب المغربي الحبيب ولمستمعينا والمستمعات للإذاعة المباركة ميد راديو التي خصصت هذا اليوم للاحتفال بسيد الأكوان صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم. تنحيك سيدي ياسين وتنحي الوالدة ديالك كذلك هي من الوفيات لإذاعة ميد راديو. سيدي ياسين تنسمعوا يعني بعض يشوش على اختيارات الأمة
يعني الآن الأمة اتفقت على الاحتفال بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمائها وصلحائها وأمرائها. فأصبحنا نسمع من بعض الناس نظرا لهذا التواصل الذي يقع الآن في العالم من ينكر مشروعية الاحتفال بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال السادة المالكية وماذا قال العلماء في مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ نعم، بالنسبة لهذه الدعوات، الدعوة لأن الاحتفال بالمولد النبوي هذه من البدع وهذه من المسائل التي دخلت علينا من يعني من مذاهب أخرى ودخلت علينا من نحل أخرى، هذا غير صحيح. هذه دعوة يعني دعوة شاذة، يعني لاقت قبولا في هذا في زمننا هذا الذي قل فيه العلم، وإلا فعلماؤنا يعني منذ قرون بسلاطينهم بعلمائهم وفقهائهم وقضاتهم الكل كان يشارك في هذا الاحتفال. وهذه التيارات أنا يعني هؤلاء المبدعين إذا أردنا أن نسميهم للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يعني جل يعني ما يدور عليه راح استدلالهم هو قولهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتفل والصحابة لم يحتفلوا والتابعون لم يحتفلوا، وهذا غير صحيح. يعني غير صحيح، لأن أول من احتفل بمولده هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في الحديث الصحيح كما في علمكم الشريف الذي رواه مسلم وغيره، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه. فهو عليه الصلاة والسلام هذا مظهر من مظاهر الاحتفال، يعني يتقرب إلى الله عز وجل بالصيام احتفالا وفرحا لأنه ولد في ذلك اليوم. وهذه الوسيلة التي هي الصيام ليست وسيلة يعني توقيفية، بل ممكن أن احتفل أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بإطعام الطعام، بالصلاة فيه، بالذكر، بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فحصرها في مسألة الصيام وحصرها في الاثنين هذا ليس عليه أحد من العلماء والأئمة الأعلام في المذاهب الأربع، ليس فقط في المذهب المالكي، نعم، في المذاهب الأربع والمذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. نعم. وهنا يقول الحافظ ابن حجر رضي الله عنه وهو صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، نعم، يعني قال بعد ذكر هذا الحديث قال وقد ظهر لتخريجه على أصل ثابت، يعني المولد النبوي له أصل ثابت في السنة النبوية، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة كما في الصحيحين، نعم، يعني وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم. هنا هذا الحديث هذا يمكن أن نستفيد منه يعني فوائد جمة كثيرة جدا لا يسعنا الوقت للكلام فيها، ولكن أنا أختار منها يعني أربع أو خمس فوائد. نعم. الفائدة الأولى هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألهم قال لهم يعني ما هذا اليوم الذي تصومونه، قالوا ذلك أو هذا اليوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى. أول شيء لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم فنحن نصومه قال نحن أولى منكم بموسى، نعم، هم يصومونه شكرا لله تعالى، فقال لهم نحن أولى منكم بموسى. أول شيء الاعتراض الذي يعترضون بعض على المولد النبوي يقولوا أن المولد النبوي يعني غير المولد النبي صلى الله عليه وسلم غير محدد، يعني مختلف فيه. وهل اليوم الذي نجى فيه الله عز وجل موسى وأغرق فيه فرعون عند اليهود بالتحديد الدقيق؟ ليس عندهم بالتحديد الدقيق، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأهم مجتمعين على هذا الصيام وسببه وهو وسيلة للفرح بنعمة الله عز وجل أقرهم على ذلك، بل وندب إلى صيام يوم قبله أو يوم بعده كما هو عند الفقهاء. إذن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة المصدر الثاني في أصول الاستدلال. إذن هؤلاء لا يفقهون. صحيح سيد محمد. نعم. وكذلك يستفاد منه فعل الشكر لله تعالى على ما من به في يوم معين، نعم، من إسداء نعمة أو دفع نقمة. الإنسان يعني أصابت في عصر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في وقته أصابتهم يعني واحد نقمة كبيرة جدا اللي هي نقمة فرعون، فالله عز وجل رفع تلك النقمة فاحتفلوا بذلك. نعم. ونحن البشرية كانت في نقمة قبل مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما ولد صلى الله عليه وآله وسلم أضاءت الأكوان، نعم، فكان نعمة من النعم التي ينبغي. ونحن نقول لهؤلاء الذين يبدعون نحن نحتفل فقط بهذا اليوم، هذا فقط مظهر من مظاهر الاحتفال. أما الاحتفال به عليه الصلاة والسلام يوميا، الحمد لله المسلمون يوميا يذكرونه في صلاتهم، يذكرونه في أذكارهم إلى آخره، يعني هذا مظهر من مظاهر الاحتفال.
نعم رأى العلماء وكما يقول الأصوليون المناسبة سبب، رأى العلماء على أن بعد القرون الثلاثة المفضلة وبعدها يعني بدأ الناس يقل ارتباطهم بالحضور الذي كان عند السلف الصالح، الحضور النبوي الذي كان عند الصحابة رضي الله عنهم وعند التابعين وعند أتباعهم ومن بعدهم قل في الأمة بعد ذلك. فاختار العلماء أن هناك مناسبة، قالوا نختار مناسبة لتذكير الأمة بهذا بالمولد النبوي الشريف وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وسنته إلى غير ذلك، فقالوا أن المناسبة تشرق، فوجدوا أن أفضل وقت لتذكير الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه صلى الله عليه وسلم وحياته هي المولد النبوي الشريف. ولذلك كانوا قديما، كان العلماء قديما في مدينة فاس، فاس العتيق، كان العلماء يعني من كثرة ما كل سنة يكررون قراءة المولد وقراءة الشفاء القاضعية، عامة الناس حفظوا السيرة النبوية، سبحان الله، حفظوا السيرة النبوية وبدأوا، بل حتى قال بعض العلماء قالوا أن العامي فاس عالم خارج فاس. نعم، يعني من كثرة ترديدهم للسيرة النبوية ومن كثرة قراءتهم للشفاء القاضي عياض. كذلك نعم، اجتماع الصحابة من الأدلة عندنا احنا الأدلة، وهذا ليس يعني ليس مقصورا على أهل فاس، بل حتى على يعني أهل الجنوب والشرق، الحمد لله الجميع، ولكن أنتم سيدي يعني أبرزتم ربما ما عايشتموه. نعم صحيح، نعم بارك الله فيكم سيدي ياسين. نعم. إلى طرحنا واحد السؤال، وتجاوزنا الحديث عن البدع والسنة، هذا أمر متجاوز في نظركم السديد، ما هي الطريقة المثلى والطريقة المرضية للاحتفال بمقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ التصور ديالكم كيفاش شي طريقة ربما تكون منتقات تكون مستجدة لاحتفال أمثل بمقام ومولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم سيدي الطيب، بالنسبة لمظاهر أو للوسيلة للاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل يعني وسيلة احتفال، هذا يصعب جدا، لأن المقام النبوي مقام مقام المقام المحمدي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعني نجد أنفسنا يعني ليست لنا تلك القوة على الاحتفال به حق الاحتفال. فأنا مهم سأذكر بعض المسائل التي كان عليها العلماء والفقهاء والقضاة في بلدنا الحبيب. يعني الاحتفالات كانت قديما يعني بخروج السلطان، وهذا ما زال إلى الآن، ما زال مولانا أمير المؤمنين في ليلة يعني الاحتفال بالمولد النبوي إلى وقتنا هذا. فكان العلماء كانوا قديما كان يخرج السلطان وتخرج المواكب يعني الفقهاء والقضاة وتذبح يعني الشياه والجمال والأبقار ويطبخ الطعام ويوزع في ذلك اليوم على جميع، فتكون الدعوة عامة لجميع الناس. نعم. وتقرأ، كانت تقرأ البردة والهمزية والمدائح النبوية في حضرة السلاطين. نعم. حتى إذا جئنا من عهد السلاطين الأيوبيين، من السلاطين الأيوبيين والعثمانيين إلى إذا وكذلك إذا جئنا إلى السلاطين المغرب وكذلك سلاطين الدولة العلوية، وقد ذكر كثيرا من هذه المظاهر العلامة الناصري في الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى. فيكون الاحتفال على هذا، ما جرت بإعادة المغاربة من توزيع الاحتفال مقامات، هناك من يستطيع مثلا الجلوس والذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هناك من فقط يستطيع مثلا توزيع الحلوى وشراء الحلوى والذهاب إلى عند الأقارب وإحياء صلة الرحم. إذن الاحتفال كما عليه المغاربة الآن هو درجات، وكله محمود في الشريعة الإسلامية، وكما قال فقهاؤنا ما لا يدرك كله لا يترك جله. فمن استطاع الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم بقراءة كتاب الشفاء بين أولاده أو بقراءة البردة وبيان بعض وبيان معناها للناس، كذلك مدارسة السيرة النبوية مثلا قراءة بعض الكتب التي هي تحوي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار فضائل هذا النبي، وقد كتبت في ذلك المؤلفات من دلائل النبوة وغيرها في فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الاحتفال بتوزيع الحلوى والاحتفال ب يعني ربما هذه نحرص عليها كثيرا سيدي ياسين. نعم
توزيع الحلوى وهذا يعني نحرص عليه كثيرا. نعم من دراسة الشمائل و... نعم نعم يستصغرون هذا الأمر وهذا الأمر حتى الإطعام له دلالته. نعم. تجمع الأحباب وإسعاد القلوب وتأليفها عن طريق موائد الإطعام جميل جدا. نعم. لا شك في ذلك أن هذا مهم حتى المالكية هو المعتمد المذهب عندنا في الكتب التي حكت المعتمد في المذهب أن العلماء أنصوا على كراهة صيام المولد النبوي. نعم. هذا يوم فرح ويوم سرور ويوم أكل وشرب فيكره للإنسان أن يصوم في ذلك. وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فليفرحوا. لذلك كان يعني كان العلماء قاطبة يعني كان هذا هو دليل لهم في 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 المولد النبوي أنهم يقرؤون الكتب التي أو الكتب التي فيها حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتب التي تدارست فضائله، الكتب التي حكت تفاصيل مولده يعني. فلذلك يعني المغاربة قد يعني هذه المظاهر الكشفة التي عند المغاربة هم لم يأتوا بها من 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 جهات أخرى بل هي يعني مؤصلة يعني في عند الأمة جميعا. نعم تقاليد شرعية عادية عرفية جرى عليها علماء المغرب وفقهاءه وقضاته وشيوخ الجماعة في هذا الذي أدركنا عليه الشيوخ يحكونه عن شيوخهم في مظاهر الحشيفة سواء كانوا شيوخنا في المغرب هنا أو شيوخنا في الحجاز وغيرها ممن يعني تواطأت كلمة العلماء على الاحتفال. و يعني هذا يوم فاضل يستغله العلماء والمفتون ويستغله العامة في إيصال رسالة للناس للمسلمين وغير المسلمين لفضائل هذا النبي الكريم. حتى الإنسان لو كان عنده واحد الجار غير مسلم فيعوده في هذا اليوم. نعم. فيعوده في هذا اليوم ويزوره ويبين له سبب الزيارة ومناسبتها وممكن أن يحكي له شيئا من فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومظاهر أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم حتى تحديبا للناس عموما في هذا النبي لنبين سماحة الإسلام ويعني ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى في حقي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا يمكن أن نتواصل مع الجميع حتى مع المخالف سيدي ياسين. حتى مع المخالف. نعم. نعم. حتى مع المخالف في هذه المسألة بل حتى غير المسلم أنا أقول. نعم. يعني نعم. فلذلك هذه المناسبة هي مناسبة عظيمة جدا لبث أنوار النور المحمدي الذي كان رحمة للعالمين. حتى يعني السادة سيدنا الصوفية يقولوا نعم. واحد مسألة مهمة جدا هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء جبريل فشق صدره نعم. الكريم نعم. الشريف واستخرج قلبه واستخرج منه علاقة. نعم. هذه العلاقة اللي قال فيها جبريل هذا حظ الشيطان منك فهذا يعني ليس حظ الشيطان أن النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تنزع هذه العلاقة يعني لا أصابه إبليس أو ما هو عليه الصلاة والسلام معصوم قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام. هذا حظ الشيطان منك يعني هذا الموضع الذي فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بإبليس. عجيب. الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويدخل فيهم إبليس. فجاء جبريل ونزع تلك العلاقة حتى لا يرحم النبي صلى الله عليه وسلم إبليس. انظر إلى هذه الرحمة المحمدية التي يعني أصابت يعني بين السماء والأرض. سبحان الله. الوقت ضيق مولاي ياسين. إن شاء الله تعالى في دقائق الوقت شيق معكم الكلام شيق معكم لكن للأسف الوقت يضيق. في دقائق مولاي ياسين أنا أعلم أنكم تشتغلون بالدفاع الحمد لله عن ثوابت الأمة وتشتغلون بنشر وسطية الإسلام وكان ذلك قريبا يعني في مشاركتكم الرسمية. ماذا تقولون عن هذا الأمر هذا؟ نعم يعني لا شك أن الحمد لله المغرب عنده صمام أمل. نعم سيدي. صمام أمل للفتن صمام أمل أمام يعني جل التيارات الواردة على هذه البلاد. عندنا الحمد لله المؤسسة إمارة المؤمنين التي هي أصل لهذه الفروع الثلاثة التي سأذكرها بعد ذلك وقد لعل سيدي الأستاذ الدكتور سيدي عدنان زهر ذكرها قبلي. نعم. وهي إمارة المؤمنين. وأنتم بالمناسبة تلميذ كذلك من أبرز تلاميذ الشيخ سيدي عبد الرحمن العلوي بما بالتذكير فقط. بارك الله لنا فيه ورضي عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين. أمين. فكذلك المذهب المالكي واستقرار المذهب المالكي في المغرب وجعل السلاطين أن هذا المذهب المالكي مذهبا رسميا يعني في القضاء والفتوى هذا لا شك أنه يعني صمام أمل. كذلك العقيدة الأشعرية التي هي عقيدة جمهور
الأمة المحمدية من شافعية وحنفية وحنبلية ومالكية. كذلك التصوف اللي هو التصوف الجنيدي الذي كان عليه الإمام الجنيد رضي الله عنه وتلاميذه. فهذه الأمور الأربعة هذه التوابت الأربعة هي توابت ينبغي لكل مغربي أن يدافع عنها. ونحن نقرر في محاضراتنا وفي دروسنا وحتى في بعض المؤتمرات التي شاركنا فيها كالمؤتمر الماضي في فاس اللي هو حوار ثقافة الأديان، وأنا كنت ممن شارك في ورشة من الورشات التي رفعت القرار يعني ترفع القرار إلى الحكومة المشاركة في 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 ذلك المؤتمر. يعني بينت على أن صمام الأمل في هذه البلاد البلاد المغربية والتنوع الثقافي الذي فيها سببه هو أن المغاربة لهم أربعة أركان يسيرون عليها، هي إمارة المؤمنين والمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف الجنيدي. وكلما تشبتنا بهذه الأركان الأربع كلما يعني يعني قلت الفتان وقلت الآراء الواردة والأفكار والتيارات الهدامة التي ترد علينا. فهذه المسائل يعني الأساسات الأربع هي صمامات وأماني لهذه البلاد. وشكر الله بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم مولاي ياسين وزاد الله في علمكم هذا البرنامج الشيق، والسيدي محمد برا العلماء وسيدي الدكتور سيد طيب كريبان حياك الله سي ياسين. شكرا لك وزادك الله تعالى نور وزادك الله تألق وزادك الله تعالى فتحا مبين ان شاء الله يا رب. امين امين واياكم اجمعين. شكرا شكرا. وغنستاذن سيدي محمد برا اننا ننتقل من جو العلم والفقه والتأصيل والتقعيد والتفريع إلى جو الأنشودة من جديد، إلى جو الأمداح النبوية والشمائل المحمدية. ما عندي راه على المقاطعة دابا الآن الحمد لله احنا في مائدة طيبة مباركة ربانية نتكلم عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ولكن انت سيدي الطيب جبتي لنا واحد المائدة حطيت الطعام والعصير وراء ظهورنا، ماذا نفعل؟ لا صلاة بحضرة الطعام حاليا دقائق معدودة ان شاء الله ونخرج من الاستوديو ونتنعم وإياكم يعني يا رب يا كريم يا كريم. وهذه اللحظة راه العائلة المغربية مجتمعين في البيوت ديالهم، راه النساء لابسين اجود اللباس نعم. والرجال لابسين الجلباب الابيض والطربوش الاحمر بحال سيدي محمد برا، والولاد الصغار كلهم يتفننون في لباس العيد، والزوار ملي كيدخلوا البيوت نعم. ديما كيجمع واحد الصريف ولا شي بركه ديال الفلوس باش يدبر بها مع الوليدات مع الاطفال كنا صغار تنفرحوا وتنجمعوا هنا هذيك تسمى هديه السرور نعم. يعني ما تنساش اللي دخل عند شي عائله يدي مع الصريف الوليدات كيبغوا ديك البركه هديه كتبقى عالقه سبحان الله. يعني واحد المدير قال لي راه ولا مسؤول كبير في الامن سبحان الله قال لي كنتلاقى مع واحد السيد نعم كنشوفو قلبي كيشمئز، واحد اخر كنشوفو كنفرح نعم. قلت له ما هو المقياس؟ قال لي كنشوفو كنشمئز كان كيجي عندنا الدار كيدخل كيقول لي لاباس بخير وكيريح ما كيعطيني والو عجيب. وهذاك الاخر ملي كيدخل كيبوسني وكيعطيني واحد البركه في يدي كتبقى عاقل عليها وفقا وفي الاخر كرمو سبحان الله كدور الدائره. هذاك الطفل الصغير ملي كتكرمو انت صغير راه تدور الدائره وتكبر وتهرم ويعود هو شي مسؤول ولا شي طبيب ولا شي حاجه راه كيعقل عليها. لهذا كنقول للاحباب الكرام اللي دخل لشي دار عند العائله والحباب ما ينساش يدخل مع الصريف واخا ما بقاش بغاو الصريف بغاو الوريقات. الله يبارك لي جميع ياك الشيكات سي طيب لا اله الا الله. اذا نرجعوا الى جو الانشوده والمديح النبوي الشريف مع سي مصطفى رحمون والبنيه ديالو لالا اسماء رحمون البنيه مع ابيها ينشدان ثم سي ايوب اغاريب يا مرحبا. نبداو ان شاء الله بشي موال ثم غنزعوا السادة المستمعين الآباء والأمهات اللي كيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشارك معنا الفرحة ويترنم معنا ويغني معنا ويسعد معنا في هذا النهار المبارك السعيد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام الحديث معكم شيق لكن الوقت ضيق وعقارب الساعة تطاردنا. إلى هنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأسأل الله الواحد الأحد أن يكرمكم بنور الله ويفتح لنا ولكم أبواب الجنان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله مسخين بكم ومع كل هذه الأجواء الممطرة اللي كتغمر الفضاء دي المملكة الشريفة
في هذا اليوم المبارك الأخر، ذكرى مولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وموائد الخير في كل مكان، والقلوب مشرئبة والأعناق كلها تتعانق من أجل المحبة والمودة في هذا اليوم السعيد. هنكملوا ولو لدقائق معدودات في مدح خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وغنطلب من السادة المستمعين سواء اللي شادين طريق وغادي يزروح بابهم الأقارب ديالهم عبر السيارات، سواء اللي هما جالسين مع العائلة فيما بينهم، يشاركونا في وصلات إنشادية لي معلومة عند الجميع في حب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان بغي نخبر السادة المستمعين بأن اللي فرح هذا النهار المبارك السعيد راه ربي عز وجل يغرس الفرحة في قلبه طول السنة، والحق جل جلاله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ملي غنفرحوا جميع راه حنا كنغرسوا الفرحة في قلوبنا السنة بكاملها، ما تشوف لا قلق لا حزن لا اكتئاب بمدح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وغنبداو مع الأسماء رحمون شي موال، ثم بعد ذلك نبدأ في المديح النبوي في مدح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نقول غير قبل علينا صافي راه مع البرد انا عارفكم البارح كنتوا في واحد الليله مباركه انت والوالد ديالك والاخ ديالك، ليله البرده والهمزيه والدعاء الناصري، هذه كل العائله المغربيه الحمد لله راه الناس ما نعسوا حتى الصباح كلهم في مدح النبي الكريم. ونعرفكم متعبين والبرد عليكم، ولكن ان شاء الله ربي غادي يبارك. نبداو ان شاء الله. افاضت نور من زمان الينا، افاضت نور من زمان إلينا، تجلى تجلى بالوهاب فيضا فيضا مؤبدا، وأبدعها لطفا كمال اقتداره، وقال لها الرحمن وقال لها الرحمن كوني كوني محمدا صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا نبينا يا رسول الله فينا، يا محمد يا نبينا يا رسول الله فينا، غرد القلب وأنست وهفى يرجو محمد، غرد القلب وأنست وهفى يرجو محمد، ثم غنى ثم رد يا محمد يا نبينا، يا محمد يا نبينا يا رسول الله فينا، جاءك الوحي بغار بعدما كنت الأمينا، جاءك الوحي بغار بعدما كنت الأمينة، حبك الآن مقيمة في قلوب العارفين، يا محمد يا نبينا يا رسول الله فينا، يا محمد يا نبينا يا رسول الله فينا، طلع البدر علينا من تنيات الوداع وجب
الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع يا حبيبي يا محمد يا إمام المرسلين أسوتي في كل حين يا شفيع المرسلين طلع البدر علينا من تهنئات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله هذه المدينة الله فيها نبينا الله هذه المدينة الله فيها نبينا الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله القبة الخضراء الله فيها بالزهرة الله القبة الخضراء الله فيها بالزهرة الله أحمد محمد يا سيدي الهاشمية أحمد محمد يا سيدي الهاشمية صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه ساعة من ساعة الله صلوا فيها على رسول الله هذه ساعة من ساعة الله صلوا فيها على رسول الله زائر مكة والمدينة قولوا الحبيب الله يشفع فينا زائر مكة والمدينة قولوا الحبيب الله يشفع فينا زائر مكة وجبل عرفة قولوا الحبيب الله يا المصطفى البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده
أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام سيد طيب. ربما غادي نضربوا لك لقاء إن شاء الله مع سيدي هشام شبتيت في جلسة فنية. الله يفرجك يا مولاي. لأن اكتشفنا الحمد لله اليوم واحد طاقة وموهبة خاصة. عزك الله مولاي. شكرا لكم. حياكم الله جميعا الأحباب الكرام وكل عام وأنتم بألف ألف 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 خير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.